يا صباح الورد والهنا والسعادة، ازيكم؟ من فترة كبيرة كنت وعدت حضراتكم، مش كبيرة يعني، بس كنت وعدت حضراتكم ان احنا هنتكلم على الحكم والأمثال المصرية القديمة. إذا كنا بنقرأ ما بين السطور في الرسوم، في العادات، في الموسيقى، فمن باب أولى إننا نقرأ في أدب الحكم المصرية القديمة. هحاول أقسم الحكاية دي على أكتر من مرة علشان ما يبقاش الفيديو طويل وحضراتكم ما تزهقوش. الباحث الأستاذ محرم كمال عامل كتاب بديع حقيقة اسمه الحكم والأمثال والنصائح عند المصريين القدماء، فكل ما سيلي ذكره الآن هو مجهود الأستاذ محرم. من بين الحاجات الحلوة اللي أنا قريتها في مقدمة هذا الكتاب هو الحديث عن أدب القصة، القصة التي تفضي إلى حكمة، واللي ممكن تكون شديدة المدرسية وبتزهق، وممكن تكون رشيقة وفيها استدلال أكتر ما فيها مواعظ. فمثلا من القصص البديعة القديمة جدا ما قبل الأسر قصة الفلاح الفصيح الذي ظلم وسلب منه بعض متاعه، فقدم شكاوى تفيض بالفصاحة. بصوا بقى الفلاح الفصيح فيما قبل التاريخ في المصرية القديمة كان بيقول إيه؟ انظر إنك لرئيس وبيدك الميزان، فلا تدع الميزان يختل، وإن لسانك هو ذلك اللسان الصغير للميزان، وقلبك هو تلك الصنجة، وشفتاك هما قب الميزان، فإذا سترت وجهك عن الظالم فمن ذا الذي يمكنه أن يرد العار؟ أنت تصنع العدل وتصنع كل طيب وتبيد كل خبيث، أنت تجيء كالشبع وبمجيئك ينتهي الجوع، أنت تجيء كالثياب وبمجيئك ينتهي العري، أنت كالسماء الهادئة بعد عاصفة هوجاء تعطي الدفء لمن أصابه البرد، أنت كالماء تروي الظمأ. من هنا جت لفظة الفلاح الفصيح التي تطلق على حبايبنا وأهالينا من الفلاحين، من المزارعين، من أهالي القرى اللي لسانهم فصيح. في الأدب التهذيبي اللي هو أدب الحكمة المباشرة، وده موجود ومعظمه كان على المسلات والبرديات وما إلى ذلك. ومن بين الحاجات الشهيرة جدا حكم كجمني، وكجمني لو أنا بنطقها صح اختلف على ما إذا كان كجمني اللي كاتبها بالفعل ولا لا، لكن هنتطرق لده. وحكم بتاح حطب، ودي أكتر الحكم اللي أنا بحبها. وفي كمان تحضيرات أيبورو، وفي نصائح ماري كارا، وفي الحكاوي المحكية على لسان معت عن يوم الحساب، وفي حكم أمن موبي. كويس كده؟ فخلونا نبدأ فين بتاع حطب. بصوا بقى، من الحاجات اللي بتاع حطب كان يقال إن هو كاتب وحكيم، وقيل فيه يعني روايات أخرى إن هو كان وزير في عصر ملك مصر العليا والسفلى أسيسي المستمتع بحياة خالدة أبدية، وده كان في الأسرة الخامسة لو أنا مش غلطان. فقايل بقى السيد بتاع حطب الجميل، قايل إيه؟ لا تغتر بما حصلت عليه من العلم فتستكبر ولا تتجبر، ولكن أجمل الأمر شورى من الجميع، شاور الرجل غير المتعلم كالمتعلم، لأنه ليس هناك حد للمعرفة، ولا رجل وصل إلى نهاية العلم بإيه؟ مش باين أوي. وإن القول الحكيم نادر وأكثر اختفاء من الحجر الأخضر الكريم. يا سلام، إذا وجدت رجلا يتكلم وكان أكبر منك وأشد حكمة فاصغي إليه واحني ظهرك أمامه، ولا تغضب إلا إذا تفوه بالسوء، وعندئذ سيقول عنه الناس حتى لو كبير في السن ويدعي الحكمة تبا له من جاهل. جميل جدا. إذا وجدت رجلا مساويا لك يتجادل وأثار حديث السوء فلا تسكت، بل اظهر حكمتك وحسن أدبك، فإن الكل سيثنون عليك وسيحسن ذكرك عند العظماء. إذا وجدت رجلا يتكلم وكان فقيرا، أي ليس مساويا لك، فلا تحتقره لأنه أقل منك، بل دعه وشأنه ولا تحرجه
لتكسر إيه؟ أنا آسفة بس الطباعة سيئة. ولا تصب عليه جام غضبك، فإذا بدا لك أن تطيع أهواء قلبك فتظلم، فاقهر أهواءك، لأن الظلم لا يتفق مع شيم الكرام. يا سلام يا سلام يا سلام. لا تنشر الرعب بين الناس، فهذا أمر يعاقب عليه الرب. هناك من الناس من يقول: ها هي الحياة قد أقبلت، فيمشي في الأرض مرحا ويتكبر ويتجبر، فيجازى بالحرمان من خبز فمه. حاجة عظيمة جدا. إذا كنت مزارعا فاحصد نتاج حقلك وسيبارك لك الرب فيه، ولا تملأ فمك على مائدة جارك. الحاجات اللي لحد دلوقتي بنقولها، لحد اللحظة دي بنقولها، ده بقى ما قبل، يعني ده يجب كل ما بعده الحقيقة. طيب ايه كمان؟ مفترض انه الحكم دي كانت بتتقال لابنه على حسب ما انا فهمت. انا طبعا بختار لحضراتكم منها حاجات لطيفة. جميلة جدا. لا تكن شرها في القسمة، فلا تأخذ منها ما ليس لك، ولا تطمع فيها هو لأقاربك فيما هو، أنا بعتذر، ولا تطمع فيما هو لأقاربك، والكلمة الطيبة اللينة خير من القوة وأجدى. والطماع يخرج صفر اليدين من بين أقاربه وأخدانه، لأنه حرم موهبة الكلام الرقيق. لا تردد كلاما قيل في ساعة غضب ولا تصغي إليه، لأنه خرج من بدن أحمته ثورة الغضب، ثورة بالسين. وإذا أعيد هذا الكلام عليك فلا تستمع إليه، بل انظر إلى الأرض ولا تتكلم بشأنه. جميل جدا. عموما أنا علشان ما تعبش حضراتكم وزهقكم، كل يوم هنقول منهم شوية. دول الشوية بتوع النهاردة بتوع بتاح حطب. أظن يمكن نعمل كجمني بكرة، أو يمكن أختار لحضراتكم بعض. طبعا لا يمكن إن أنا أقدر أغطيهم ولا في فيديو ولا في اتنين ولا في تلاتة، لأنهم أنا قدامي حوالي 5 أو 6 كتب مختلفين، مش قادرة أقول لكم قد إيه عظام. عموما أنا دايما هقول لحضراتكم اسم الكتاب عشان تدوروا عليه. الكتاب اللي بحكي حضراتكم ده موجود في مجموعة مكتبة الإسكندرية، وكمان مرة هو اسمه الحكم والأمثال والنصائح عند المصريين القدماء، لكاتبه الباحث الأستاذ محرم كمال. وبس كده النهاردة. صباح الفل والهنا على عيونكم. سلام.